تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى يوم 8 سبتمبر 2015 النهاردة. اللي بقوله كل مرة والمقدمة اللي مش ببان لميها من سنتين فاتت، الموضوع ده أنا عمري ما عملت ولا بعمله علشان خاطر أحدد مواعيد. هدفي الأساسي تذكرة وتشجيع بعضنا بعض. عرسنا قرب، بعد يوم، بعد سنة، بعد قرن، ما أعرفش، ولكن قرب، فمحتاجين نستعد لها. مع ان انا بكرر كل مره في نبوات ما حصلتش ومش هياتي المسيح الا لما تحصل اولا، زي مجيء ابن الهلاك، ده ما جاش. وقال الكتاب بوضوح مش هياتي المسيح الا لما ياتي ابن الهلاك اولا. لكن في علامات قال عليها ربنا محتاجين ننتبه لها. ليه ننتبه لها؟ علشان نعرف ان ربنا قرب يجي. معايا؟ فكل اللي بنادي بيه حياه الاستعداد. الاستعداد بس مش عشان مجيء المسيح، علشان اللي هيسلم وديعته. لو أنا سلمت وديعة النهاردة أو بكرة أو بعده. أيضا الظلم اللي هتأتي قبل مجيء الرب يسوع المسيح، وحتى هتبتدي قبل ابن الهلاك، هل هيكون عندنا زيت كافي نقدر نعديها؟ لو جه ابن الهلاك بكرة وبدأت فعلا الضيقات الشديدة، أو الظلمة اللي بدأت تسود قبله، لو كنا زي العذارى الجاهلات ما عندناش زيت يكفي، مش هنعرف نعدي الظلمة، صح؟ طب هنعمل إيه ساعتها؟ ده اللي يهمني، وده اللي لأجله بقول الموضوع باستمرار شديد، باستمرار كل أسبوع، علشان خاطر حياة الاستعداد بالصلاة، بالصوم، بالقراية في الكتاب المقدس، بالتأمل، في العيشة مع ربنا. ده اللي يهمني إن أنا أقول الموضوع ده كل أسبوع لأجله. ويهمني إن أنا أقول علشان الناس اللي مش مستعدة تذكر نفسها وتبتدي تستعد، وبذكر نفسي أيضاً. حتى لو اتقال عليا بغالي وبقول حاجات تجيب اكتئاب او اخبار حزينه، افضل من ان انا ما اقولش حاجه تماما والناس تفاجأ ان الظلمه ابتدت تسود وما استعدتش وما جهزتش زيت كافي. ده اللي يهمني. ربنا قال علامات كتيره، أمة على أمة، مملكه على مملكه. اتكلم على تكون زلازل عظيمه، تزيد الزلازل في القوه وفي العدد، مجاعات، جفاف، اوبئه، مخاوف، مخاوف اقتصاديه، مخاوف من حروب، علامات عظيمة في السماء والشمس والقمر وغيرها كتير. زي ما قال إنجيل لوقا، تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم على الأرض كرب، أمم بحيرة البحر والأمواج تضج. الناس يخشى عليهم من خوف، كل واحد يبقى خايف من بكرة. قوات السماوات تتزعزع حين إذ يبصرون ابن الإنسان أتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. طب ليه ربنا قال لنا العلامات زي ما بقول كل مرة كل أسبوع؟ أولا عشان ما نخافش. هتسمعوا بمصايب كتيرة، أنا آسف في التعبير ده، ربنا سبق وأخبرنا بيها قبل أن يكون، عشان لما يحصل من خفش زي أولاد العالم. اللي عايز يتابع فيديو اللينك على قدام حضراتكم على التكست. فلنا سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، ربنا سبق وأخبر بيها قبل ما تحصل، عشان لما تحصل ما نخافش، لأنها على ما هتحصل وهي بدأت تحصل تخوف. حاجة التاني، ليه قال لنا عليها قبل أن يكون حتى متى كان لنؤمن في زمن بيزيد التشكيك فيه في الكتاب المقدس؟ ربنا قال لنا علامات ما ينفعش واحد يخمنها ولا يتخيلها، لكن ربنا أخبرنا بيها في كتاب المقدس عشان لما زاد التشكيك في الكتاب المقدس ربنا ادانا علامات على صدق هذا الكتاب، وهي الكلام اللي بيقوله بيتحقق قدام عينيك. فقد زي ما قال في إنجيل يوحنا 14:29، قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون؟ تؤمنون في زمن بيزيد التشكيك في الكتاب المقدس؟ ده غلط علميا، ده غلط جغرافيا، ده مخطوط، ده اسكتوا، مش طالع مخطوطات محرفة. طب ربنا ادى كل الكلام ده كله في كل مكان في الكتاب المقدس وبتحصل قدام عينك. سفر هوشع اداك علامات، سفر صفانيا اداك علامات، في الأناجيل اداك علامات، في الرؤيا اداك علامات، وهي بتحصل قدام عينيك. ازاي محرف وفي كل هذه الحاجات الصادقة؟ والحاجة الثالثة والمهمة عشان نستعد، زي ما يقول في إنجيل لوقا 21:28، ومتى بدأت، ابتدأت هذه تكون، مش متى اكتملت، متى بدأت تكتمل، في إمتى، في يوم، في سنة، في قرن، ملياش دعوة. أنا يهمني متى بدأت، متى ابتدأت العلامات دي، هذه تكون، فينتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. ده اللي قاله لنا ربنا. أول ما تبتدي أنت حياة الاستعداد،
ما يهمنيش امتى تكتمل. طب حياة الاستعداد ليه؟ لان الكلام ده هيبتدي في زمن هيكون بيتفنن يسرق وقتك، يتفنن يخليك مشغول بالعيش والعيشة واللي عايشينها والأخبار والسياسة والإخوان والدستور والسيسي والسيسة والكلام ده كله، والاقتصاد والمشاكل والأسهم والحروب والكلام ده كله. ربنا اداك حاجات تنتبه لحياتك الروحية لما تحصل قدامك، وكل مرة تتذكر حياتك. علامات في السماء. الاندبندنت، ده مش كلامنا احنا كمسيحيين، ده كلام جريدة، ده لا من ديني ولا من دينكم. الاندبندنت بتقول سبتمبر الغريب بأقمار كبيرة سوبر مونز وقمر دموي وارتفاع مد مخالف للمعتاد، هل هذا نهاية العالم؟ ده مش كلامي، ده كلام الاندبندنت بتقول، بتتساءل. The end of the world is night. فعلا الشهر ده مليان حاجات كتيرة فضائية، زي ما ربنا قال هيعطينا علامات في السماء وعلى الأرض، الشمس والقمر والنجوم. أيضا كسوف للقمر من نوع نادر هيحصل ليلة 27 سبتمبر، ده من ياهو نيوز. أيوة ناي عن قريب، أنا آسف أخطأت فعلا، دندن أنا آسف مش نايت، معلش ما خدتش بالي منها. الطقس، إعصار النينو في المحيط الهادي هو الأقوى من بداية التسجيل من 97 وحتى الآن. الأمواج تضج أهي قدام حضراتكم. لا لا لا، مش معناه محدش يفهمني إن أنا بقول خلاص الدنيا هتخرب في الشهر ده، لا خالص، وبل أقول العكس، الدنيا مش هتخرب في الشهر ده، إن الابن الهلاك لم يظهر بعد. أنا ضد اللي يحدد مواعيد، أنا بقول لكم حتى العالم شاعر ان في حاجات بتحصل، علامات بتحصل معايا. اعصار اريكا يقتل 20 فيل الكاريبي، ففي الاعاصير الموسم بتاعها كان شديد او زيادة الايام دي. دراسة حديثة توضح احتمالية اعصار قريب بطريقة لم ترى في التاريخ في فلوريدا، ده من واشنطن بوست. بيقول unlike anything you have seen in history. هيريكين البجعة الرمادية قد يكون الأسوأ في التاريخ، اللي هو ما يسمى بالجريف وان. 4 موتى في المكسيك بعد عاصفة برد قوية، تلج الهيل البرد نزل قوي في المكسيك. علماء الطقس يقولوا أنهم لم يروا كل هذا الكم من الأعاصير في المحيط الهادي في وقت واحد من قبل. نابلس تضرب بعاصفة وبرد، ده من التليجراف، وصل حجمه إلى حجم الكف، ده الهيل اللي نزل، بص حجمه قدام حضراتكم إزاي، ده حجم الهيل اللي نزل في إيطاليا معايا. أنا مش جاي أقول طقس ولا نشرة أخبار جوية، لكن أوضح إن الكلام اللي سبق وأخبرنا به الكتاب المقدس أهو بيحصل قدام حضراتكم. الزلازل اللي قال لنا الكتاب المقدس هتزيد، ويعني إيه هتزيد؟ حسب مفهومي في العدد وفي القوة. الأسبوع ده كان أغرب موجة زلازل، في العدد وليس في القوة. يوم الثلاث اللي فات 40 زلزال، منهم 6 في اليابان. زمان كنا نسمع عن 30 زلزال قوي في السنة، ورقم 6 كنا نسمعه كل كام شهر مرة. دلوقتي بقينا نسمع عن رقم 6 أكتر من مرة في الأسبوع، وكتير فوق الخمسة. يوم الأربع 45 زلزال، منهم 1.6 في الفلبين، وكتير فوق الخمسة. يوم الخميس 40 زلزال، كتير فوق الخمسة. يوم الجمعة 38 زلزال. يوم السبت اللي فات 111 زلزال في اليوم، وده رقم أول مرة أنا أسمع عنه في حياتي. واللي مش مصدقني آدي اليو اس جي اس، 111 ايرث كويك بير داي. أنا ما سمعتش عن الرقم ده قبل كده. منهم 6 في روسيا، وكتير قوي كان فوق الخمسة. يوم الحد كان 90 زلزال.
برضو من اليو اس جي اس اهو قدام حضراتكم، كتير فوق الخمسة. يوم الاثنين 34 زلزال، منهم واحد 6.4 في نيوزيلند، وواحد تاني في نيوزيلند كانت 6.2. لا مش في نفس المنطقة، ده في العالم 111 زلزال في العالم في يوم واحد فوق الاثنين ونص ريختر، 111 زلزال في يوم واحد في العالم كله. زلزال بقوة 4.2 يضرب منطقة سد كولي في واشنطن ويسبب بعض المخاوف. البراكين، الدخان والنار أيضا اللي تكلم عنهم الكتاب المقدس. انفجار بركان جبل لوكون في اندونيسيا وسحابة كبيرة من الرماد، هذا الخبر قدام حضراتكم على صورته. مخاوف في الإكوادور من زيادة خطورة بركان كوكو باسكي باكسي، آسف معلش أسماء بتبقى تقيلة شوية. فتحات أرضية، فتحة أرضية عملاقة. الفتحات الأرضية لزمان كانت تعتبر عجيبة من العجيب، دلوقتي بينا نسمع عنها دلوقتي مرة ومرتين في الأسبوع. فتحة أرضية عملاقة تبتلع بيت في روسيا، وبصوا حجمها قد إيه، كل ده ده حجم البيت الحتة الصغننة دي. تزايد الفتحات الأرضية العملاقة في البحر الميت، وده من لايف ساينس، وآدي صورة بعضها واللي بقت تبلع البحر الميت. موت الكائنات الجماعي، الكتاب المقدس سبق واخبرنا، مش بس العهد الجديد، مش بس سفر الرؤيا، يهلك الذين يهلكون الارض، ان الارض تهلك وكائناتها تموت، ده حتى العهد القديم سفر هوشع 4 وسفر صفانيا قال لنا ان الكائنات تموت، قال لنا هوشع لفظا سمك البحر ينزع قبل عقاب الانسان. اللي كنا نسمع عن حادثه موت كائنات جماعي لغايه 2006 و2007 بنفس الساتلايت والانترنت والاخبار بنفس الاسلوب، كنا بنسمع عن حادثة أو اثنين أو ثلاثة في السنة، دلوقتي بينا نسمع حادثة أو اثنين أو ثلاثة في اليوم. اللي عايز يتابع الموضوع ده بالفيديو دايركت برودكاست قدام حضراتكم. يوم 30 أغسطس موت 73 جمل بطريقة غريبة في الجزائر. نفس اليوم موت أكثر من 100 من الماعز فجأة في الهند. نفس اليوم موت أكثر من 6000 من البط بسبب إنفلونزا الطيور في تايوان. يوم 31 أغسطس موت عدة ألاف من الأسماك في نهر في ألمانيا. نفس اليوم موت الألاف من الأسماك في قناة في تركيا، وأدي الأخبار كلها قدام حضراتكم بالصور قدامكم. نفس اليوم موت كم ضخم من الأسماك من 18 نوع مختلف في شواطئ قطر. نفس اليوم موت الألاف من الأسماك في شاطئ في إنجلترا، وده من ذا هيرالد، وهذه صورهم قدام حضراتكم. نفس اليوم موت الألاف من الأسماك في بحيرة في كندا. لغاية ده كده لغاية شهر أغسطس، لغاية نهاية شهر أغسطس، كويس؟ في 8 شهور بس من يناير لأغسطس 622 حالة موت جماعي للكائنات في 85 دولة. بعد ما كان واحد أو اتنين أو تلاتة في السنة. مش ده بالظبط اللي قاله سفر هوشع؟ أشكرك أستاذ ميناس. لذلك تنوح الأرض ويسبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنزع. تنوح الأرض بكائناتها وتموت الكائنات، ده اللي بيحصل قدام عينينا. يوم 1 سبتمبر موت مئات الالاف من الاسماك في شاطئ في انجلترا، هذا الخبر قدام حضراتكم. نفس اليوم يصل موت عدد موت الابقار الى 25000 في كولومبيا. ايضا نفس اليوم اكثر من 45 اسد بحري يموتوا في شاطئ في بيرو، وادي صوره الخبر قدام حضراتكم. يوم 2 سبتمبر موت اكثر من 300 من الابقار في منطقه اخرى في كولومبيا. نفس اليوم موت المئات من الأسماك في بحيرة في أمريكا. أيضا نفس اليوم موت كم كبير من الطيور البحرية في شاطئ في كاليفورنيا في أمريكا، وده من ABC نيوز، وهذا الخبر قدام حضراتكم. يوم 3 سبتمبر موت مئات من الأسماك في شاطئ في أسبانيا. نفس اليوم موت الألاف من الأسماك بطريقة لم ترى من قبل في شاطئ في أستراليا، وهذه بص المنظر قدام حضراتكم قد إيه.
عشرات الآلاف من حصان البحر يتجمعون معا في بقعة في شاطئ في ألاسكا بطريقة محيرة. ده من ياهو نيوز، وأدي صورتهم، بصوا عددهم قد إيه، بشكل إزاي. دراسة توضح أن 90% من الطيور البحرية تأكل بلاستيك وبتموت من الملوثات البحرية، وأغلبها بيموت. 60,000 من الغزلان ماتوا في 4 أيام في كازاخستان بدون سبب معروف، والعلماء كالعادة ما وراهمش حاجة غير إن هم حائرون، ما بسمعش غير كلمة العلماء حائرون. ووصل الإجمالي هناك إلى 257,000 غزال مات، ده يوازي نصف غزلان البلد. العلماء يقولوا أن الأرض تواجه الانقراض السادس الكبير للحيوانات ويتصارع. على فكرة ما فيش خمسة سابقين، حضراتكم عارفين كده، هم مش خمسة سابقين، هم كلهم كارثة واحدة هي الطوفان وليست حقب. آدي اللينك قدام حضراتكم، آدي الخبر قدام حضراتكم. انقراض سريع لحيوانات هاواي يؤكد ذلك. وأنا مش برضو جاي أقول نشرة أخبار كائنات ولا نشرة وفيات الحيوانات، لكن زي ما قلت الكتاب المقدس سبق وأخبرنا ده هيحصل قبل عقاب الإنسان، وده بدأ يحصل. طب مهم نعمل إيه؟ 3 حاجات. ما نخافش، لأن إحنا في إيدين ربنا، عشان كده قال لنا قبل ما يحصل عشان لما نسمع عنه ما نخافش. الحاجة الثانية، نؤمن بصدق الكتاب المقدس وبكلام ربنا ونصدق كل حاجة قالها ربنا، عشان كده قال قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. في زمن زاد جدا التشكيك في الكتاب المقدس، زاد التشكيك في كل كلمة فيه رغم صدقها، رغم صدق كل كلمة فيه. والحاجة الثالثة، علشان أيضا نستعد في زمن العالم والشيطان يتفنن نسرق لك وقتك، تصحى من الصبح مشاغل 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 مشاغل، وتلحق دوبك تشوف نشرة الأخبار، وتلحق تنزل تجري وترجع، مشكلة ورا الثانية ورا الثالثة، وتيجي تنام بالليل وتلاقي إن أنت ما قريتش حتى كلمة في الكتاب المقدس، ولا حتى لحقت تقوم تقول لك صلوة أو كلمتين لربنا تتكلم معاهم في حياتي، تتكلم معاه في حياة الشركة، صح؟ كم واحد اليوم بيجري من غير ما يلحق يتكلم مع ربنا؟ كتير للأسف. عشان كده ربنا اداك علامات عشان تبقى بلا عذر، عشان تلتفت وتخلي بالك، بيقول لك فوق، عقاب الأرض قربت. الأوبئة اللي قال لنا، هنسمع عن أوبئة كثيرة. إغلاق مدرسة في نيويورك بعد اكتشاف بكتيريا الليجيونير في مبردات المية، ده من CBS نيوز. أخبار حروب، أمريكا تراقب بقلق سفن روسية قريبة من قاعدة غواصات نووية أمريكية، فروسيا بتحط غواصاتها وسفنها بالقرب من الأماكن الأمريكية، وده حاجة مخوفة أمريكا. فعلا على فكرة روسيا والصين بياخدوا مواقع استراتيجية خطيرة جدا الأيام دي. حلف الناتو يقوم بتدريب عسكري مع أوكرانيا في البحر الأسود استعدادا للتصدي لروسيا. كيف أوكرانيا تعد أسلحة كيميائية ضد الكتلة الشرقية، وآدي منظر الأسلحة الكيميائية اللي بتعدها كيف في أوكرانيا. الصين وروسيا يستخدموا المعلومات المسروقة من أمريكا ليستهدفوا الجواسيس الأمريكان، فالصين فعلا بتسرق وتهكر على مواقع الأمريكية وتاخد المعلومات وبتستخدمها، مش هكر بس بالصدفة. السفن الحربية الصينية تشاهد قريبة من شواطئ ألاسكا أمريكا، ده من وول ستريت جورنالز. 5 سفن حربية صينية تقترب من ألاسكا لمقدار 12 ميل بس من شواطئ ألاسكا، وده من فوكس نيوز. الصين تعرض طموحاتها العسكرية بعرض عسكري موسع، وفعلا كان عرض عسكري رهيب عملته. ويوم الجمعة تذيع فيديو تخيلي انها بتهجم على امريكا وبتضرب امريكا، عملت فيلم تخيل زي ما بتعمل ايران عن اسرائيل، الصين عملت فيلم يشبه نفس الفكرة عن امريكا، تخيلوا، وزعته في العالم. السويد تفكر في الاشتراك في حلف الناتو، وروسيا تهدد برد فعل عسكري ضد السويد لو اشتركت مع حلف الناتو. الاتفاق النووي الإيراني يخلي إيران اللي أصبحت غنية فجأة بسبب صديقها أوباما تقدر تشتري طائرات متقدمة حربية.
وروسيا هتسلم النظام الدفاع الحديث اللي هو S-300 إلى إيران آخر السنة دي. جنرال إيراني يقول أنهم سيستمرون يقووا الجيش حتى يتخلصوا من إسرائيل، وإيران تقول أن هجومها القريب على إسرائيل سيكون مدعوم بالأموال الطائلة التي حصلوا عليها من اتفاق أوباما النووي. يعني إيران هتحارب إسرائيل بفلوس أمريكا اللي ادها لها أوباما. دونالد ترامبت المرشح للرئاسة الأمريكية يحذر أكثر من الاتفاق النووي الإيراني، ويقول إن ده كده أمريكا مجبرة أن تدافع عن إيران ضد إسرائيل. طائرات حربية روسية تخترق سماء سوريا، وأيضا روسيا تستعد لترسل قوات أرضية في سوريا، وبعد كده تم الاكتشاف إن هي بالفعل أرسلت، فروسيا فعلا أرسلت خلاص جنودها إلى سوريا وبدأت تقيم قواعد عسكرية في سوريا، وده من التليجراف. فروسيا خلاص دخلت سوريا لو الناس مش واخدة بالها، وأرسلت 1000 جندي بالفعل، وسترسل الآلاف الآخرين للدفاع عن نظام أسد. معايا؟ أمريكا تحذر روسيا من تدخلها في سوريا، لكن خلاص يعني الموضوع تأخر عن التحذير، وده من فوكس نيوز. أمريكا ما بتعملش حاجة الأيام دي غير إن هي بتحذر بس، بتشجب زي ما قال لنا سفر حزقيال 38، تشجب وبس ما بتعملش حاجة تاني. داعش تقترب أكثر من دمشق، وده من ياهو نيوز للأسف. داعش تصدر دستور من 11 قاعدة للمسيحيين لو عايزين يستمروا يعيشوا في منازلهم. عارفين العهدة العمرية اللي قاعد يقولوا كذب وما حصلتش؟ عملوها داعش تاني، بدأوا يجبروا المسيحيين انهم من يمضوا عليها بإيديهم. تحب أقرأ لكم بعض المبادئ اللي فيها؟ أقرأ لكم بعض المبادئ بتاعت العهدة العمرية، عملوها تاني. 1، المسيحيين لا يبنوا كنائس ولا أديرة أو حتى أماكن للصلاة في المدن أو المناطق المحيطة بها. 1. 2، لا يظهروا الصليب زي ماي نوت شو ذا كروس أو أي من كتبهم الكتاب المقدس في وجود المسلمين أو في شوارعهم أو في أسواقهم، ولا يستخدموا مكبرات الصوت لما يصلوا for when worship or worshiping or during prayer. العهدة العمرية صح؟ واخدين بال حضراتكم؟ أكمل لكم 11 قاعدة أهم، اللي عايزهم هيلاقيهم على فكرة في الملف هنا اللي هحمله على الموقع كمان شوية صغيرة لما أخلص، وجايبها لكم نصا. أيضا اكتشاف ان 90% من محاربي داعش في العراق هم ايرانيين. ايوه، يدفعوا الجزية، ممنوع يدخلوا في الجيش ويدفعوا الجزية. تقرير يوضح ان هناك اكثر من 4000 من مجاهدي داعش بالفعل في امريكا وراحوا لها عن طريق الهجرة، مختبئين منتظرين الاوامر وبيستخدموا حقوق اللاجئين. راحوا عن طريق ان هم اللاجئين من العراق ومن سوريا وراحوا أمريكا، وهم فقط خلايا منتظرة إمتى يبتدوا يمارسوا الإرهاب بتاعهم جوه أمريكا. المسلمين في مدينة ألمانية يقوموا بأعمال شغب بسبب القرآن، ويرسلوا 18 للمستشفيات، ضربوا 18 ودوهم المستشفى. نادي اللي بيعملوه في أوروبا. أخبار عامة، انفجار صيني ثالث كبير في مصنع كيميائي يهز المنطقة المحيطة. الموضوع بقي زاد عن حدوده، بقي كل وقت اسبوع في انفجار ضخم في مصنع كيميائي، وبيقال ان هو كان بيصنع اسلحه في الصين. احد المرشحين للرئاسه الامريكيه يريد ان يزرع الشريحه للمهاجرين عشان يراقبهم، ده من CNN. جوجل تكشف عن خاصيه جديده في التليفونات ليست تراقب تحركات الاشخاص بس، ومش بتسجل الاماكن اللي فيها،
بل بتسجل الأماكن اللي أخدوا فيها صور. ودي خاصية موجودة في التليفون الذكي الجديد اللي حضرتك مشتريه وانت مش واخد بالك. كل ما بتصور صورة مش بس هو راصد انت رحت فين والمكالمات اللي قلتها والتكست مسج بتاعتك، ده كمان الصورة اللي انت خدتها فين وبيحطها في الذاكرة، وده من ميل اونلاين، ده مش من كلامي. الأمم المتحدة تعد أجندة لسنة 2030 لعالم موحد لسلام وأمن أفضل. يعني إيه عالم موحد؟ ومين هيبقى رئيس العالم الموحد ده يا ترى؟ أصل الكتاب المقدس قال لنا لما العالم هيبقى موحد هيبقى موحد تحت واحد اسمه ابن الهلاك. الخطة بتعد لها ل 2030 الأمم المتحدة. أيضا الأمم المتحدة تستعد لإعلان دولة فلسطين. 10,000 شخص حتى الآن زرعوا الشريحة الإلكترونية الثابتة في أيديهم اليمنى الـ RFID. لا أقول إن هي سمة الوحش، ولكن أقول التكنولوجيا اللي مطلوبة لسمة الوحش بتتزرع حاليا. فهمني أقصد أقول إيه؟ الأمم بحيرة البحر المضطربة والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما سيأتي على المسكون. أخبار اقتصادية، مع دخول شهر سبتمبر يدخل الاقتصاد العالمي منطقة خطرة. ده مش كلامي، ده كلام وكالات الأخبار. بورصة داون جونز تنخفض 470 نقطة تانية، بالإضافة لانخفاضاتهم الأسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله، ده من CNN. خبير اقتصادي يقول آخر يقول اضطراب سوق الأموال هو الأسوأ، هو القادم مش اللي جه، اللي لسه هيجي. سوق الأسهم في الصين تعدى الخط الأحمر حتى مع محاولات التصحيح، ده من بريس تي في. الصين تعتقل الصحفيين اللي بيقدموا تقارير عن انهيار الأسواق في الصين. انخفاض سعر برميل البترول أقل من 49 دولار ويهدد الاقتصاد العالمي. تقارير العمالة الأمريكية يهز سوق الأسهم مرة تانية عندما يكتشفوا أنه 94 مليون أمريكي لا يجدون عمل، منهم 56 مليون سيدة بلا عمل في أمريكا. الصين تبيع جزء كبير من أسهم الحكومة الأمريكية لتسند الين. بوتين يعد قانون للتخلص من الدولار وعملات أوروبا. أيضا يعد أن يتخلص من التعامل بالدولار بين دول الاتحاد السوفيتي السابق، لأن أمريكا عايزة توسع العقاب الاقتصادي، وهذا الرجل لا يهمه العقاب الاقتصادي اللي بتقوله أمريكا لأنه مستمر في خطته. كندا رسميا تدخل في كساد بسبب انخفاض سعر البترول، وده من ياهو نيوز، وده فعلا أعلن رسميا. كندا officially is in recession. عالم رياضيات يهودي يقول أن المعلومات توضح أننا في انهيار اقتصادي، حتى لو في ناس بتنكر هذا الكلام. كتير من أغنياء العالم بدأوا من فترة يعدوا لأنفسهم أماكن خاصة لا تتأثر بانهيار الاقتصاد العالمي. والحاجة الغريبة، هل دول كانوا عارفين من أكتر من سنة أن ده هيحصل؟ الآلاف في نيويورك دي تعتبر واحدة من أغنى مدن العالم بلا مأوى، لدرجة أن نيويورك عملوا فيها 80 مجمع للمشردين عشان يقووا ناس المشردة اللي ملهاش مأوى، ده من ميل أونلاين. أغنى مدن العالم مليانة بالمشردين اللي ملهمش مأوى. اضطهاد المسيحيين، إلقاء قنبلة على كنيسة لا في السعودية ولا في مصر ولا في نيجيريا، في نيويورك. ما سمعتوش الخبر ده، لأن الأخبار دي مش هتقولها لكم أمريكا. آدي صورة الخبر قدام حضراتكم تفصيلا، وآدي صورة الكنيسة. بوكو حرام مستمر في قتل المسيحيين، وقتل أكثر من 1000 مسيحي، ومعاهم طبعا قلة من المسلمين عشان أكون أمين، في آخر 3 شهور بس. بوكو حرام قتل في آخر 3 شهور بس 1000 مسيحي. الملحدين يشتعلون غضبا بسبب معمودية لاعب الكرة في العلن في جورجيا. طب إيه اللي مضايقهم؟ ما تتفرجوش عليها، اطفوا التلفزيون، ايه اللي يضايقكم؟ لكن تطلعوا تتكلموا على الالحاد والتطور في العلن وتهاجموا الكتاب المقدس، ده حلال، لكن تشوفوا معموديه لا، عيب. ويل للقائلين الخير شر والشر خير. الانحدار الاخلاقي، الجامعه الامريكيه تدفع اكثر فاكثر الحمامات المختلطه، الجامعات الامريكيه الحمامات المختلطه لاجل الشواذ.
أيضا مدارس في سان فرانسيسكو تزيل يافطة حمامات للأولاد وأخرى للبنات وتخليها حمامات نيوترال كله ميل أونلاين، يعني الحمام يدخل فيه ولاد وبنات مع بعض عادي مش مشكلة. وانتوا عارفين زي دلوقتي عايزين يشيلوا كلمة بوي وجيرل وعايزين يخليها فريند وبس. الجيش الأمريكي سيفتح مدارسه لكل الأنواع سواء شواذ جنس ثالث أو غيره، ده من نيويورك بوست. هذا اللي احنا وصلنا له، ولا أيام لوط. وزي ما قال الرب يسوع المسيح، كما كان في أيام لوط هكذا سيكون في مجيء ابن الإنسان. المحكمة العليا الأمريكية كالعادة تحكم ضد الموظفة في كنتاكي اللي رفضت إعطاء تصريح زواج لشواذ، ورفضت كمان التظلم اللي قدمته. وللأسف يوم الخميس اللي فات القاضي أصدر قرار بحبسها. ليه؟ لأنها رفضت تعطي تصريح بتزويج الشواذ. المسلم ما يرضاش يقدم كحول وما يرضاش يبيع لحم خنزير، رغم ان هو عارف هيشتغل في سوبر ماركت بيبيع لحم خنزير، وعارف هيشتغل في شركة طيران بتقدم خمور، لكن يرفض ويطالب بتعويض ويتحكم له بتعويض. المسيحي يرفض يعمل حاجة فيها خطية بدأ يطبق عليه بعد ما هو شغال في الوظيفة دي بعشرات السنين ويحكموا عليه بالسجن. يدوا للمسلم تعويض، ويدوا للملحد تعويض، ويدوا للشاذ تعويض، ويحبسوا المسيحي. فين الحرية؟ ويل للقائلين للخير شر والشر خير. وضعوا في إيديها الكلبشات وجروها للسجن، وبدأوا المئات بالتظاهر، ولكن للأسف التلفزيون الأمريكي مش هيجيب لكم صور التظاهر دي. الست دي لم تعطى حتى حق التظلم كما لو كانت أعتى المجرمين. تعرفوا أن حتى الشواذ اللي قضوها ما طلبوش بحبسها، مع ملاحظة أن الست دي منتخبة مش معينة، دي الوظيفة بتاعتها من الأنواع الإلكتد بالانتخاب ولا يمكن رفضها، وهي اللي مسؤولة في المكتب لأنها المنتخبة. المكتب ادى تصريح زواج غير رسمي لانه مفيش حد في المكتب من حقه اعطاء التصريح لان هي الوحيده المنتخبه، رغم من ذلك ادوا اصراحات ومحدش كلمهم على مخالفتهم للقضاء. تخيلوا ده اللي وصلنا له. الشاذ حقي على طول يجروا يدوا له تعويض، الملحد حقي يجروا يدوا له تعويض، المسلم حقي ورغم ما يكونش حقه ويدوا له تعويض. المسيحي ما بيطالبش حتى بحقه، ما بيقولش انا اتظلمت، ده عايزين يطبقوا عليه قانون غصب عنه ضد الكتاب المقدس. عارفين هي قالت ايه باختصار شديد امام القاضي؟ قالت له انا مش عايز اكسر قوانين، انا بالنسبه لي الموضوع واضح. يا ملكوت السماوات يا نار، هيل اور هيفن، ما اقدرش ادي تصريح لان كده بختار قدام ربنا ان انا اروح النار. انت بتطالبني بحاجه كما لو كان بقول لربنا انا بطلب اروح النار، فانا ما اقدرش. ورغم ذلك سجنوها. تخيلوا، بل وصلت لدرجة ان حتى المؤسسة اللي تدعي ان هي خيرية، لكن خيرية للشواذ وبس مش للمسيحيين، اللي كانت تسمح للمتهمين بفتح اكاونت صفحة ليهم وجمع تبرعات اللي هي الصفحة المشهورة باسم جو فاند مي، قفلت لها الصفحة، ودي ثالث مرة تقفل صفحة المسيحيين لما يكونوا متهمين في قضايا ويطالبوا ان هم يدفعوا غرامات ضد الشواذ. تخيلوا، الكتير يعتبر ان ده بداية عصر اضطهاد المسيحيين في امريكا، وافتكروا التاريخ ده، اول سبتمبر 2015، وهتبتدي من هنا اضطهاد المسيحيين. متظلمين انه المسيحيين ما بياخدوش وظائف في مصر، هيبتدي من الان بعض الوظائف في امريكا هتبقى ممنوعة للمسيحيين، تبقى المسلم، تبقى الشاذ، تبقى اللي متجوز كلب، تبقى لاي حاجة لكن ما ياخدهاش مسيحي. واللي هيبتدي يخالف الكلام ده هيتسجن. زعلانين انتوا مش بتاخدوا وظائف في مصر، في امريكا المسيحيين مش هياخدوا بعض الوظائف من الان. افتكروا تاريخ شهر 9 2015، عشرات موظفي كارولينا الشمالية، اسف، لكن الله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد، موظف اخر في كنتاكي اصر ان هو برضه يرفض اعطاء تصريح زواج، وقال لهم انا عارف اللي انا بعمله ده هيقودني للسجن، ولكن مش فارق معايا، مش هخالف ربنا خوفا من السجن.
وأيضا عشرات من موظفي كارولينا الشمالية يرفضوا أن يقيموا زفاف للشواذ ويقولوا إن إحنا مش هنخالف ربنا. بل قاضي في أوريجان يصر أيضا على رفض إعطاء تصريح للشواذ علشان ما يخالفش كلام ربنا، وده من ABC نيوز. الله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد. مثال اللي أنا بقوله دايما باستمرار: أبقيت لنفسي 7000 ركبة، 7000 رجل لم يحنوا ركبة بعد. أيضا فاكرين التمثال اللي اتحط في أمريكا للشيطان؟ البعض يحطم تمثال الشيطان، وده طبعا ولع عبدة الشيطان وقاموا والدنيا اتقلبت، ولكن المسيحيين ما همهمش، قاموا كسروا التمثال. 7000 رجل لم يحنوا ركبة بعد. آسف طولت على حضراتكم، لكن مرة تانية شايفين العالم اللي بيحصل. وأنا ما بقولش الأخبار دي معناها إنه المسيح جاي النهاردة أو بكرة أو بعد، ما أعرفش، قد يأتي بكرة، قد يأتي القرن الجاي، مش عارف. لكن قرب إمتى؟ ما أعرفش الميعاد. لكن العلامات اللي قالت لنا إن هو محتاجين نستعد بدأت. مطلوب مننا نصلي، نستعد، نجمع زيت في مصابيحنا. الظلمة لو زادت مش هنلحق نجمع زيت. الصلاة بالصوم، خدمة أبناء الله بتنقية القلب، استعداد بلباس العرس زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا 13: لنستيقظ من النوم فأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. استعدوا، استعدوا بالمسيح، تمسكوا بالمسيح، كونوا في المسيح. لو ما تمسكتش به الآن ممكن قدام بكرة ما تقدرش. ما تخافش، انت في ايدين ربنا، عشان كده قال لنا لا ترتاعوا. حاجة تانية، اتمسك بكلام الكتاب المقدس، كل كلمة قالها، عشان كده هو قالك الكلام ده قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمن بيه، تؤمن بكل كلمة قالها لك. والحاجة التالتة عشان حياة الاستعداد، متى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. تكتمل إمتى ما نعرفش، لكن متى بدأت نبتدي نستعد. عريسكم قرب، خلي بالكم الشيطان بيتفنن إن هو يسرق وقتك، يفقدك سلامك، ما تنالش الإكلير حتى الاستعداد. اسهروا، صلوا، استعدوا، عدوكم جائل عايز يبتلعكم ويبتلع الوقت. قد تسلم ودعتكم في أي وقت، 150,000 بيموتوا في اليوم، قد أكون أنا منهم النهاردة أو بكرة وسلم ودعت في أي وقت. ربنا يديكم طول العمر. مسيح اقترب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع.